دون ماء وكهرباء، فضلا عن عدم صرف التعويضات المالية لمتضرري العمليات الإرهابية وعمليات التحرير من تنظيم داعش، بما يمكن أهالي قرية المخيسة التابعة لناحية أبي صيدا شرقي ديالى من العودة إلى ديارهم بعد تحريرها من عناصر التنظيم قبل 8 سنوات. سكان مركز ناحية أبي صيدا أعربوا عن مخاوفهم من استمرار غياب الأمن في هذه القرية المهجورة، محذرين من تحولها إلى وكر لعناصر داعش، بما يشكل تهديدا امنيا على المناطق القريبه منها. شوف البيوت فهم مفلشة، لا البوم لا شبابيك لا شلون يجي هسه مثل واحد. احنا رجع المنطقه الاهالي للمنطقه، احنا كلتنا مثل ما يقول سنه او شيعه كلتنا ايد واحده، وان شاء الله ماكو فرق بيناتنا. نتمنى من الحكومه ان ترجع هاي العوالي اللي تعوض بيتها خطيه اللي تفجر، اللي تعوضها مثلا انقتل من عند احد، تعوضها هاي الناس، تعوضها ليش حق خطيه ومهجره بغير مناطق. اداره محافظه ديالى كشفت عن نيتها اعلان الانسحاب من صندوق اعمار المناطق المحرره بسبب قله التخصيصات الماليه لاعاده ارساء البنى التحتيه وتعويض متضرري الارهاب والعمليات العسكريه، مطالبه رئاسه الوزراء بدعم المحافظه بمبالغ ماليه اضافيه لانهاء ملف النزوح بشكل نهائي. طالبنا بزيادة وإنصاف المحافظة من البرامج الخاصة ومن تخصيصات صندوق إعادة الإعمار، طالبنا بذلك، وإلا يعني مستقبلا قد نلجأ إلى مقاطعة الصندوق في حال عدم انصافنا بالتخصيصات المالية. من جانب آخر، تسعى جهات حكومية لحل المشاكل العشائرية التي خلفها تنظيم داعش في المناطق المحررة وتعويض ذوي القتلى والجرحى من غير المتورطين بانتمائهم للتنظيم، في خطوة تهدف لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وإعادة الاستقرار الأمني. على أن يقوم ديوان الوقف السني بدفع تعويضات للشهداء بقيمة 60 مليون دينار عراقي، وكذلك للجرحى المتضررين تجنيد الأعمال الإرهابية بمبلغ 25 مليون دينار عراقي. وتؤكد عمليات ديالى نشر عشرات النقاط الأمنية والكاميرات الحرارية في القرى التابعة لناحية أبي صيدا شرقي ديالى، كما تنفذ الأجهزة الأمنية بين حين وآخر عمليات تمشيط بحثا عن الخلايا النائمة من تنظيم داعش، وخاصة في مناطق البساتين المطلة على نهر ديالى. ويأمل نازحو القرى المحررة في ديالى بالعودة القريبة لديارهم وزراعة بساتينهم التي كانت تصدر أجود أنواع التمور والحمضيات، إلا أنهم هجروها منذ سنوات بسبب الإرهاب. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.